اليوم. إذن البداية، نفى العديد من الفنانين المقربين من عميد أغنية الشعبية عمر الزاهي عبر إذن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إشاعة خبر وفاته التي تداولته بعض المواقع التي انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. إذن ملفتين إلى أن مثل هكذا شائعات بخصوص وفاته تتكرر كثيرا. مقربو محبوب الجماهير عمر الزاهي تمنوا له الشفاء العاجل، ونحن بدورنا نتمنى له استعادة عافية في أقرب الأجل إن شاء الله. وللحديث عن إشاعة إذن وفاة عميد الأغنية الشعبية عمر الزاهي، نربط الاتصال من مع مقربي أو أحد مقربي الفنان الباجي البحري. أهلا بك معنا. السلام عليكم سي، بارك الله فيك على هذا. وعليكم السلام. إذا الشائعة أو شائعة وفاة الفنان عمر الزاهي انطالت كثيرا هذه الأيام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كمقرب للفنان القدير، ربما ما هي حالة الصحية وكيف هي حالته الصحية وأين يتواجد الآن بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة النهار على هذه التغطية المخصصة للشيخنا القدير عمر الزاهي. العفو. وفي مجال الأغنية الشعبية نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نشر هذا الخبر، حيث وصل هذا الصدى للسلطات المعنية، وقامت هذه الأخيرة بتكليفه إلى العلاج الخارج إن شاء الله. نشكر وزير الثقافة ونشكر فخامة رئيس بوتفليقة على كل حال. نعم، كيف هي ربما حالته الصحية الآن؟ والله غير يا أختي، كان بزاف ناس عيطوا لي، قال لك يا ودي توفق، يا ودي عمر الزاهي مازالوا في دارو راهو لاباس عليه راهو عيان شوية، كثروا له من الدعاء برك. هذا ما كان أو في دار أختي، بالك هذه الأيامات إن شاء الله، بالك هذه الأيامات يروح إن شاء الله كما نقولوا احنا يداوي إن شاء الله في الخارج. هذه هي أختي. بحول الله. الكل يعلم ربما أن الشيخ عمر الزاهي يعاني من مرض، والكل يتساءل ربما ما نوع المرض الذي يعاني منه. أختي هو راهو عيان على كل حال، كانت عنده يا ودي كما نقول فالطونسيون، كان عنده السكر، وهذه هي ما كانش حاجة كبيرة، ولا كان هي شوية. وحنايا نقولوا لهم هاد الناس هذول اللي راهم دايرين في الفيسبوك راهم يبارطاجيو شاك فوا عمر الزاهي مات، نقول لهم يا ودي ماشي حق عليكم، وتسمى ماشي رجلة واش راهم يديروا، باسكو الناس عيطوا لي ليا، كل ما يديروا حاجة يتليفونيو لي ويعيطوا لي، سوا منا من الخارج يعيطوا لي. وماشي حق عليه ما شام يديروا، هذا واش نقول لك. لماذا بدات اليوم يعني منذ الصباح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشائعه؟ لماذا بدات اليوم؟ اليوم مش عارف، اليوم زادوا الشغل مش عارف، كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا كثروا عليه. انايا ودي عيطوا لي في 3 دي ماتان حتى تاع الصباح نوضوني. ودي راجل كل مرة جرى ولاقت في دارو نعلو بليس، وشنو هاد الهضرة هادي خو ديرو فيها وش هاد. وانت رحت لعندو شفتو زرتو؟ كنت في الحومة زوك هذا، وكنت في الحومة راهو لاباس عليه في الدار. طيب، رئيس عبد العزيز بوتفليقة كما قلت إذا أمر بالتكفل التام للعلاج في الخارج، ربما أنت كمقرب منه هل سافر للمعالجة؟ وربما ما هي آخر مستجدات هذه القضية؟ يا اخي العزيز رام جاو ليه شافوه، جا ليه يا ودي الوزير والسلطات المعنيه قاعد جات ليه، داروا له يا ودي الباسبور تاعه، وبربي ان شاء الله في هذه الايامات يروح ان شاء الله. عن قارب ان شاء الله يروح يداوي ان شاء الله، وكما يقول لك ربي يجيب ان شاء الله ربي الشفاء ان شاء الله. ربما اذا نتمنى له الشفاء العاجل للفنان القدير لعميد الاغنيه الشعبيه. شكرا لك. يعطيكم الصحه انتم وقتي ثاني، بارك الله فيكم على هذا. العفو. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام.